وينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري. أحمد، على ما يبدو فإن الأعياد اليهودية أضحت نقمة على المقدسيين. قوات الاحتلال تحاول دائما تفريغ المسجد من رواده. ما الذي يحدث وتحديدا في عيد العرش اليهودي؟ يعني قرابة 928 مقتحمين اقتحموا المسجد الأقصى، ولكن لننظر إلى المشهد بزاوية أكبر. في الخليل، في المسجد الإبراهيمي، في مدينة القدس، ليلة أمس في قبر يوسف، كل هذا يشير إلى قيام الجهات الإسرائيلية ممثلة بحكومة الاحتلال من جهة، وأيضا من قبل غلاة الاستيطان، باستخدام واستغلال الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات على تلك الأماكن الثلاث التي تقع ضمن الضفة الغربية المحتلة. وبالتالي اليوم على سبيل المثال هنالك مسيرة لما يسمى بغلاة الاستيطان، المسيرة المركزية في مدينة القدس، وذلك وهذه المسيرة التي تجوب شوارع مدينة القدس. نعم، لربما بأنهم وقعوا في إشكالية كبيرة، وهو تفريق الجموع الاستيطانية بين نابلس والقدس والخليل، ولكنهم استطاعوا وفلحوا في أن يوصلوا الرسالة الواضحة. 938 فقط في الفترة الصباحية، أي أننا سوف نتجاوز على الأغلب 1000 مقتحم يقتحمون المسجد الأقصى صباح هذا اليوم. هذا عدد كبير جدا. داخل المسجد الأقصى الأجواء أيضا متوترة جدا. نحن نتحدث عن اعتقال لعدد من الشبان الفلسطينيين، هنالك تسجيلات لعدد من أولئك الشبان وهم يعتقلون من داخل المسجد الأقصى على البوابات. الذي يحدث في أن هنالك أوراق وصور وبيانات ومستندات لعدد من النشطاء، إذا ما اقتربوا من المسجد يتم اعتقالهم، إبعادهم، أو طلب على اعتزاز هويتهم. لو خرجنا قليلا هذه أحمد، هذه الطبول التي تقرع ونسمعها الآن، هل هي جزء من الطقوس التلمودية التي تؤدى؟ وما الملاحظ في هذه الطقوس بحيث تكون استفزازية للمقدسيين؟ هذه الصلوات أصلا هي ليست جزءا من الشريعة اليهودية، هذه ليست جزءا إلا وابتكارا من قبل غلاة الاستيطان الذين جاءوا بصلوات لا تمت البتة في الشعائر الدينية اليهودية. أعطيك مثالا، أغلبية اليهود المتدينين لا يوافقون على ما نراه الآن، وبالتالي هذا جزء لا يتجزأ من السياسة اليمينية الصهيونية اتجاه ما يجري، وليست قضية دينية. ما يجري في قبر يوسف، ما يجري في المسجد الإبراهيمي، كل ذلك مرتبط بأجندات سياسية وليس مرتبطا بشعائر دينية يهودية. هذا من جانب. من جانب آخر، هنالك رغبة من قبل بنيامين نتنياهو لإيصال رسالة مهمة. نحن لسنا فقط لن ننسحب من هذه المناطق المحتلة، القدس، الخليل، ونابلس، ولكننا أيضا سوف نتحكم ونسيطر ونشارك زمانا ومكانا في هذه الأماكن. وبالتالي هنالك نسق سياسي متصل باعتبار الصهيونية، والتي تعتبر بأن جبل صهيون، الجبل اللي نحن فيه الآن، هذه البلدة القديمة بالنسبة لهم هي مدينة يجب أن تكون يهودية. كل المعالم العربية المملوكية والعباسية والأموية يجب محوها، بناء مدينة يهودية الطابع. هذه هي الأجندة التي يحملها اليمين الإسرائيلي الذي يسيطر على الحكم في إسرائيل. أخيرا، حسب استطاعة الرأي، إذا ما أجريت انتخابات في إسرائيل سوف يفوز اليمين الإسرائيلي، وبالتالي فأن هذا النسق السياسي سوف يستمر لسنوات وسنوات. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، مراسل الغد من القدس المحتلة أحمد البوديري. We'll be right back.